رجل يبعثه الله كل يوم في قبره برأس حمار لينهق بسبب ذنب كبير يفعله معظم المسلمين. احذر فعله. كل شخص يحب الله يضع لايك ويستغفر ربه في التعليقات. يحكي العوام بن حوشب أنه ذات مرة نزل حيا وإلى جانب هذا الحي مقبرة، فعند حلول وقت العصر انشقت وخرج منها مخلوق برأس حمار وجسم إنسان. أطلق هذا المخلوق 3 نهقات مدوية، ثم عاد القبر ليغلق من جديد. شاهد عجوزة تجلس بجانب القبر تغزل الصوف، فسألها عن هوية هذا المخلوق الغريب. أخبرته العجوز بلهفة وحزن أنه ابنها، وأن هذا العذاب الأبدي بسبب أنه كان يشرب الخمر. إذا قلت له: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذا الخمر؟ يقول: إنما تنهقين كما ينهق الحمار، فهذا هو ثمن عصيانه لي. يا عاصيا لوالديك، افق من غفلتك قبل فوات الأوان، انشرها، فالدال على الخير كفاعله.